فون نعرف ايه اللي حصل عنده النهارده وايه اللي قام بيه. مساء الخير يا سياده اللواء. اهلا، مساء الخير يا استاذ لبنان. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سياده اللواء، وضح لنا اللي حصل النهارده في اسكندريه والاشغالات وازاي بيتم التعامل معاها يا فندم. هو الحقيقه احنا طبعا بنكافح الجريمه برضه بشتى صورها، سواء باسلوب المنع او باسلوب الكشف. بنعمل حملات جنائيه بتستهدف البؤر الاجراميه، بتستهدف ضبط حائزي ومحرزي الاسلحه الناريه والقضايا المخدرات. على اساس دي بتؤثر على الامن العام. النهارده مديريه امن اسكندريه حضرتك في الفجر اليوم كان في معلومات سابقه لدى اداره البحث الجنائي بالتنسيق مع الامن الوطني والاداره العامه للامن المركزي وفرع الامن العام على عده بؤر اجراميه في المنطقه الغربيه من الاسكندريه. قامت الحمله فجر اليوم قمنا بالاشراف عليها، اشتركت فيها كافه الجهات المعنيه، استهدفت بعض العناصر المطلوب ضبطها وقضايا الاسلحه الناريه بدون ترخيص والعناصر المطلوبه بناء على اوامر ضبط واحضار وكذا بعض العناصر الثلاثيه المطلوبه بناء على قرارات من النيابه. الحمله الحمد لله اتت بنتائج ايجابيه. تم ضبط حوالي 76 قطعه سلاح ناري بدون ترخيص ومجموعه من الطلقات. في مجال المواد المخدره ضبطنا حوالي 171 كيلو من مخدر الحشيش، ضبطنا حوالي 2 كيلو ونص من مخدر الهيروين، ضبطنا حوالي كيلو من الافيون وكميه كبيره من الاقراص المخدره. السيارات المسروقه تم ضبط عدد من السيارات المسروقه وتم ضبط بعض من المحكوم عليهم الهاربين في احكام الجنايات واحكام الجنح، علاوه على عدد من العناصر القياديه المطلوبين من جماعه الاخوان الارهابيه. عددهم قد ايه؟ حوالي 11 عنصر. دول قياداته مطلوبين على ذمه قضايا يا فندم. مطلوبين على ذمه قضايا. والحملات دي بتستهدف دائما مكافحه البؤر الاجراميه للسيطره وضبط الشارع السكندري. علاوه على العديد من الحملات لازاله الاشغالات في الطريق برضه تم تفعيلها في منطقه شارع الاسكندريه، علاوه على حملات مروريه احنا بنتابع صور للحاجتين يا فندم، الحملات طبعا لضبط الخارجين على القانون وحملات تانيه لرفع الاشغالات. لكن في الاشغالات بقى يا فندم في اي منطقه في اسكندريه بالظبط اتعملتوا؟ في منطقه الابراهيميه في شارع وينجد، شارع لجاتيه ومنطقه الاسواق اللي هناك. والحقيقه النهارده كان في اجتماع تنسيقي مع السيد المحافظ الاسكندريه على اساس ايجاد اسواق بديله للباعه الجائلين، وفعلا بيتم التنسيق في هذا الشان علشان النهارده الشوارع تبقى مفتوحه ويبقى في سيوله مروريه للعربيات ويبقى في امن وامان للمواطن اللي ماشي على رجليه. وهل كان في اي مقاومه؟ يعني انتوا كده طلعتوا الناس بس لسه بتدوروا على مكان بديل يا فندم؟ لا، احنا مش بندور، وفي اماكن محدده للباعة الجائلين والمفروض ان في تنسيق مع السيد المحافظ على اساس ان هو تسكين تلك الاماكن للباعة الجائلين اللي بيتم ازالتهم، لان دول طبعا معوقين للحركه العامه. حتى المواطن ما بيلاقيش مكان يمشي فيه على الرصيف، والعربيه ما فيش، قافلين شوارع العربيات ما تعرفش تمشي فيها. والحملات دي مستمره بقى؟ مستمره ان شاء الله. الحملات مستمره، والحقيقه الاهالي متعاونه مع الشرطه وفي نفس الوقت الباعه الجاهلين اللي بيتم ازالتهم برضه بيتعاونوا في ان هم نجد حلول بديله ليهم باذن الله. شكرا سياده اللواء امين عز الدين، مدير امن اسكندريه، على وجود حضرتك معانا.